تحياتي للجميع. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نشوف طريقة تنزيل واستخدام برنامج لايت بيرن. وهذا البرنامج هو عبارة عن برنامج مشغل لأجهزة السي ان سي وأجهزة الليزر بشكل عام. وبنزل رابط في أسفل الفيديو اللي حاب ينزل البرنامج، أو ممكن إنك تذهب إلى جوجل وتطبع كلمة لايت بيرن، بعدها بيوديك على صفحة البحث وتختار أول خيار اللي هو لايت بيرن سوفتوير. وبالمناسبة هذا البرنامج يعطيك 30 يوم تجربة بدون دفع أي مبالغ، وسعر البرنامج $60. وبعدها يعطوك على رقم تسلسلي وممكن تركبه على جهازين. وبالمناسبة أيضا أن هذا البرنامج إذا نزلته على كمبيوتر ما ممكن تنقله إلى كمبيوتر آخر. فعشان عملية التنزيل نضغط على كلمة داونلود، وبعدها يعطيك الخيارات. طبعا في 64 وفي 32 وفي الماك، أغلب اللابتوبس الحديثة حاليا 64. بعد ما تضغط عليها ينزل لك الفايل الملف. طبعا أنا الملف نزلته في الكمبيوتر، ولكن خطوات جدا سهلة وبسيطة. تضغط فقط نيكست نيكست لحد ما تظهر لك الأيقونة على سطح المكتب. بعد تنزيل البرنامج بتظهر لك هذا الأيقونة على سطح المكتب وتفتحها. وأول خطوة تسويها إنك تربط الجهاز بالكهرباء وتربط الكيبل باللابتوب، تضغط على زر الريست مدة 5 ثواني، وبعدها تضغط على زر الباور التشغيل مدة 5 ثواني، وبيتحرك معك جهاز الليزر إلى منطقة الصفر، ومعناته إن الجهاز اشتغل. الحين أول ما تفتح واجهة البرنامج تطلع لك هذه الصفحة، وأول زر تضغطه هو زر Find My Device. بعد الضغط على Find My Device تضغط على كلمة Next، ومن ثم بيظهر لك الأجهزة أو الجهاز اللي ارتبط فيه البرنامج. بيظهر لك اسم الجهاز ومقاساته، بعدها تختار Add Device، ومن ثم تختار الجهة اللي يبدأ فيها الليزر، يفضل يكون Front Left، وبعدها تضغط Next، ومن ثم تضغط على كلمة OK. وبكذلك خلاص ارتبط معك الجهاز بالبرنامج. والحين يفضل انك تخرج خارج البرنامج وترجع تدخل مرة ثانية. واول ما تدخل مرة ثانية يرتبط بشكل تلقائي ويتحرك معك الجهاز. واذا ما ارتبط تضغط على كلمة كوم واللي هي المخارج، وتختار احد المخارج لحد ما يصير في كونكشن ويتحرك الجهاز مرة اخرى. والحين بناخذ جولة سريعة على البرنامج. طبعا على يمين البرنامج هذه النافذة اللي فيها الأوامر اللي أنت تحتاجها. طبعا هذه النافذة ممكن تحركها، ممكن تفصلها عن بعض، ممكن تخليهم كلهم مع بعض. وعندك هذه القوائم اللي هي بتستخدمها في البرنامج طول الوقت، لمن ضمنها الحركة ومن ضمنها الليزر والتفعيل، ممكن تنقل بينهم. هذه القوائم تحصلها من خانة الويندوز، تختار وتفعل القائمة اللي تحتاجها. وفي جهة اليسار هذا القائمة اللي فيها جميع الأوامر، مثلا هذا عندك الخط، وهنا عمل المربع وعمل الدائرة وعمل شكل خماسي الأضلاع أو سداسي الأضلاع عفوا. وهنا عندك ممكن الكتابة. وللخروج من كل خيار ممكن بالماوس تضغط على المؤشر فوق، أو أنك تضغط على زر اسكيب في الجهاز أو في الكيبورد، وبعدها بالمؤشر ممكن تتحكم في الشكل أو الكتابة اللي صنعتها، بحيث أنك ممكن تحركه أو تصغره أو تكبره أو تنقله في أي مكان تريده. والحين بناخذ مثال عملي على كتابة اسم في منتصف قطعة خشب مربعية الشكل. طبعا أول حاجة تسويها تفعل خيار اللي هو إشعال الليزر للتحديد، تصير على كلمة Edit بعدين Device Setting، وبعدها تذهب إلى Enable
ليزر فاير باتن، وهذه جدا ضرورية لأنها بتشغل لك الليزر اللي يحدد مكان العمل بالضبط، وبنشوفه الحين في مثال عملي. بس طبعا بعد تفعيل هذا الخيار يحتاج انك تخرج خارج البرنامج تدخل مرة ثانية عشان يتفعل. لإيجاد خيار ليزر التحديد نذهب إلى قائمة الموف وبنحصل كلمة باور، يفضل تخلي 0.25 أو 0.5، وأول ما تضغط كلمة فاير بيظهر لك ليزر خفيف تحت ممكن تحدد فيه مكان العمل. والحين في خيار الموف بداية كلمة الهوم، وهذه تضغطها في بداية أي عمل تسويه، أول ما تضغطها بيتحرك مثل ما تشوف في الفيديو. وهنا عندك الخيارات، خيارات المسافة للحركة، وعندك أيضا خيار السرعة. فإذا اخترنا مثلا خيار المسافة 11 ملي وضغطنا على الزر اليمين، بيتحرك جهاز الليزر مسافة 11 ملي بالضبط لليمين أو الخلف أو جميع الاتجاهات. ولكن إذا خلينا 40 ملي وضغطنا، بتشوفوا أن الحركة يتحرك مسافة 40 ملي. وبالنسبة للسرعة، إذا زدنا السرعة بتلاحظ أن جهاز الليزر يتحرك بسرعة أعلى، ويفضل أنك تخلي السرعة يعني في حدود 1500 إلى 1800. وبالنسبة للمسافة يعتمد، إذا بغيت تحريك مسافات بسيطة، شوف إذا نضغط هنا تشوف أن الليزر يتحرك مسافة بسيطة جدا واللي هي 1 ملي فقط، وهذا على أساس أنك تحدد المكان بالضبط. والحين نبدأ التجربة العملية. جبنا قطعة خشب مربعية، أول حاجة تريد تعملها لازم تحدد ارتفاع الليزر من العمل. طبعا تصير في قائمة الليزر، أول شيء تختار الـ Current Position، ويفضل أنك تخليه على هذا الجهة بالنسبة للقطع المربعية اللي هو يكون الأمام لليسار، أما القطع الدائرية تخليه في المنتصف. الحين تحرك الليزر لحد ما يجي تحت العمل، وبعدها تاخذ قطعة قياس ارتفاع الليزر وتخليها في أسفل الجهاز. في خطأ كثير واجهته، انه في البداية كنت اخلي القطعة في أسفل الليزر العدسة بنفسه وكان يعطينا القياس خطأ، واكتشفت بعدين انه يفضل انك تخليه بعد ما قرأت الكتيب انه تخليه في سطح جسم الجهاز بالنفس. وكذاك حددنا مكان او ارتفاع جهاز الليزر المناسب. نزل هو الزجاج الحامي ونضغط على كلمة فاير. الحين أول ما تضغط على كلمة فاير لازم تزيد القوة، فالحين زدتها إلى 0.75 على أساس فقط أتوضح، هي المفروض 0.50 تكفي. وبعدها مثل ما حددنا إحنا في الـ Current Position إنه يكون في جهة اليسار، نحرك جهاز الليزر إلى جهة الجهة الأمامية، جهة اليسار، ونخلي التحديد على الزاوية بالضبط. ومن ثم ناخذ مقاس قطعة الخشب المربعية، أو المفروض أن احنا أخذناها قبل، ولكن الحين أنا بأخذ المقاس، والمقاس هذا لازم نرسمه على شكل مربع في البرنامج بنفس المقاس. فهنا مثلا طلع معي تقريبا 10 سنتي في 10 سنتي. وبعدها ننتقل إلى خطوة رسم المربع بهذا المقاس وكتابة الاسم فيه في المنتصف. في هذا المربعين يوضح لك مقاس المربع اللي ترسمه، ويكون بالملي، فهنا عندنا 10 سنتي في 10 سنتي، نضع 100 ملي في 100 ملي. بعد وضع القياس المطابق لقياس القطعة الخشبية اللي تشتغل عليها، تذهب إلى القائمة اللي موجودة معنا في اليمين، وإحنا عندنا خيار اللي هو الليزر والكت لايرز
والموف، هما هذه لأكثر ثلاث خيارات نستخدمهم. وفي الكتلير هي بيانات القوة الليزر وسرعة الليزر في الحرق، ولكن للتحديد نضغط على كلمة ليزر وبعدها نضغط على كلمة فريم، وبعد ما ضغطنا على كلمة فريم تشوف هنا الليزر تحرك على القطعة الخشبية، فبيكون هذا معنى مساحة العمل اللي بيشتغلها الجهاز. طبعا شوية كان مرتفع، نعدل نسوي التضبيطات مكانه، نضغط مرة ثانية فريم لحد ما يجي مساحة العمل تكون بالضبط على القطعة المربعية مالنا. وبعد تحديد مكان عمل الليزر نذهب إلى كلمة Cut Layers ونطفي المربع، لأن احنا ما عاوزين انه نسوي رسم مربع على القطعة، احنا نريد هذا التحديد فقط أساس انه نكتب في المنتصف كلمة مثلا حمد القاسمي، ونريد هذه الكتابة تجي في منتصف هذا العمل. فالمربع كان فقط من أجل التحديد، الحين كتبنا حمد القاسمي وحركناها في منتصف المربع. طبعا في أداة ممتازة جدا واللي هي أداة عمل توسيط للعمل، فبعد ما تضغط شفت على العمل اللي في المنتصف وشفت على الفريم يتحددوا الاثنين مع بعض، فحددنا هنا حمد القاسمي مع ضغط على شيفت وحددنا عليه. الحين هذه الزرين يخلوا لك العمل في المنتصف. طبعا مع الممارسة بتعرف الخيارات أكثر وبتشوف كيف ممكن تسوي أعمال بدقة. الحين بعد ما وضعنا حمد القاسمي ننزل تحت على هذه المربعات الصغيرة اللي تحت اللي فيها ألوان، هذه عبارة عن طبقات، فأنا الحين أريد أعطيه طبقة غير اللون الأسود، لأن اللون الأسود كان من المربع، أنا أريد لون ثاني، فتختار أي لون ثاني ويعطي طبقة ثانية، بحيث أن الجهاز أو اللايت بيرن يتعامل مع هذا الاسم كطبقة مختلفة عن المربع. في هذا الخيارات تحدد سرعة الليزر وقوة الليزر وعدد التمريرات. بعد ما نحددها عادة يكون في الفل اللي هو التعبئة الكاملة 2100/50، ممتاز. الحين أسير على الليزر مرة ثانية وأضغط فريم، وهنا بيبين لي وين الكتابة بتكون، ومثل ما تشوفوا جات الكتابة في المنتصف بالضبط. نرجع على الكت لايرز مرة ثانية هناك، ومثل ما تشوفوا في الكت لايرز طبعا انت عندك نوعين، هل عندك اللي هو الفل وعندك اللي هو اللاين. الفل يعبي الطباعة كامل، واللاين يسوي لك الخطوط. اللاين عادة ما نزيد عن السرعة عن 600، والقوة في حدود 60، يعتمد على نوع الماتيريالز والخشب وكذا، وهذا مع التجربة بتشوف وش أفضل سرعة وأفضل قوة وعدد التمريرات. والحين بنجرب اللي هو الخط، نضغط كلمة ستارت، والحين بيطبع لنا كلمة حمد القاسمي كشكل خط، وبسرع طبعا الفيديو على أساس يكون الفيديو قصير. وهذه كانت نتيجة الطباعة كلاين كخطوط. الحين بنجرب الطباعة في أسفل هذه نفس الاسم بس كفل، بنحرك الليزر للأمام شوية، وبعدها بنضغط ليزر وبنسوي على كلمة تحديد اللي هو الفريم المربع، وشوف الحين معنى الطباعة الثانية بتكون هنا وبيكون مكانها ممتاز، يعني ما فوق الطباعة الأولى. ونذهب إلى Cut Layers ونغير بدل اللاين إلى فل، وطبعا الفل من تجربتي في الخشب 2100/60 أو 65 دائما يعطي نتيجة أفضل، ولكن الفل يأخذ وقت أطول، ولكن دائما الطباعة تكون فيه جدا جميلة وواضحة. والحين بنشوف النتيجة كيف بتظهر وبنسرع أيضا الفيديو.
وهذه النتيجة النهائية والفرق بين الخطوط والتعبئة. وبكذلك انتهينا من الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم، شكرا لكم.